ممكن شخص يقول واذا جتني صدمه ثقافيه يعني ايش راح يسوي؟ صدمه ثقافيه تخليك كذا في حاله من الضياع والارتباك بسبب التغيير اللي صار فجاه في حياتك، وهذا بيخليك تفكر كثير، بيخليك تحس بملل، بيخليك تنام كثير، بتغير بالوزن، بيخليك تعصب كثير بعد. اقول لكم موقف صار لما كنت في كندا دراسه لغه اول سنه، كان معنا طالب من نجران اسمه سالم. سالم على كلامه ما طلع من السعوديه ولا مره، ولا طلع من نجران، يعني ما جاء الخبر، ما راح الرياض، ما راح جده، طول حياته في نجران، وفجاه طلع من نجران على فيكتوريا. وسالم كان جاي فيكتوريا بيدرس لغه، وكان متجهز دافع للمعهد اللي بيدرس فيه 3 شهور قدام، ودافع للعائله اللي بيسكن عندهم 3 شهور قدام، وشباب مجدي ما قصروا طلعوا له شريحه، وسالم متجهز شاري ملابس شتويه جاهز للدراسه. وبدات الدراسه. جاء الاسبوع الاول سالم يداوم واموره تمام وكل شيء. جاء الاسبوع الثاني سالم وجهه مقلوب مره، مختلف تماما. ايش فيك سالم؟ فيك شيء؟ يخلص دوام على طول يرجع البيت. يجي اليوم اللي بعده تحس توه صاحي كذا، قايم من السرير داخل على الكلاس. معنى ممكن هذه الايام يمر ظروف صعبه. جاء الاسبوع الثالث سالم ما داوم، احد شاف سالم شباب شيء ما داوم. جاء اليوم اللي بعده رجال لما الحين ما داوم، واليوم اللي بعده رجال ما حضر اي كلاس، راحوا له طلاب متعثرين عنده، كيف وضعك؟ بخير؟ كل شيء تمام؟ الرجال قافله معه مره، خلاص ابغى ارجع نجران. يمين يسار، انت توك دافع فلوس دراسه ودافع فلوس سكن وغير الاشياء اللي شريتها هنا، خلاص يعني كمل الدراسه، ما بقعد ولا ثانيه هنا، برجع. يتعرض المبتعثين لاخطاء كثيره نظرا لدخولهم الى ثقافه وحضاره جديده منذ انتقالهم للدراسه في الخارج، وخاصه المستجدون منهم في دول الابتعاث، فقد تكلفهم تلك الاخطاء بعثتهم، وقد تعرضهم لمشكلات قانونيه وربما تقودهم الى السجن او الترحيل، وبالتالي تتنوع العواقب على المبتعثين وفقا لما اوضحه بعض المختصين في هذا المجال. ومن هذه الأخطاء هي عدم التخطيط لمرحلة الابتعاث بتجهيز البدائل والحلول للمفاجآت المحتملة، الجهل بأنظمة بلد الابتعاث والاكتفاء بخبرات بعض الزملاء في اتخاذ القرار، الاعتماد كلياً على المكافأة التي قد لا تكفي لتأسيس بداية مستقرة، ضعف اللغة مما يعرض المبتعث للاستغلال أو الإحباط فيضطر للعودة، عدم تفهم خصوصية العادات واحتمال عدم ملائمتها لبلد الابتعاث، الاتكال على أقارب وأصدقاء غير متخصصين في اختيار التخصص والجامعة، خلل التصورات عن المسموح والممنوع في بلد الابتعاث مما يوقع تحت طائلة القانون، سوء الإدارة للمكافأة وبخاصة في المناطق التي تنخفض فيها تكلفة المعيشة، التغيب عن حضور الفصول الدراسية مما يعرض المبتعث للفصل والترحيل، عدم تحقيق معدلات النجاح المحددة مما قد يترتب عليه إيقاف الصرف أو إنهاء البعثة. لذلك يجب رفع نسبة الوعي لدى المبتعثين الذين يرغبون في الدراسة بالخارج عن طريق الالتزام بالأنظمة والقوانين لكل دولة، والحذر من التعامل مع أي شخص مجهول الهوية لحماية نفسه وتجنب أي خطأ وارد.